هذا جهاز حق قياس درجة الحرارة. الآن درجة حرارة الغرفة 25 و36 درجة الرطوبة، مع أنه موجود جهاز الترطيب وموجود التكييف شغال، لكن هذه درجات الحرارة. فهي سببها أنه الغرفة إذا زادت درجة حرارتها أو عليت وقلت الرطوبة حتنحرق الأوراق عندنا. هذه أفضل أنواع الأصياص الزراعية اللي هي بتجي معاها البلاستيك، هذه الممتازة اللي تجي فمها كبير من فوق ومفتوحة من الأسفل، مخرمة يعني أجزاءها من الأسفل. هذه أفضل أنواعها اللي هي البنية. هذه الفخار جميل جدا ولكنه يجفف النبات بسرعة. الزجاج صعب الزراعة فيه، صعب، مو أي أحد يكون عنده الخبرة الكافية إن هو يزرع فيه زجاج، وزجاج مغلق ما هو مفتوح، فيبدأ يعفن الزجاج.